السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير، شلونكم؟ عساكم طيبين. أروح وارجع ولازم أمر لمباركية، ما أدري أنا قاطين سري بهالمباركية، الله أعلم. أحس جلنا صار لي سنة ويايا فييتها اليوم. إحنا اليوم شنو؟ الأحد 22/9/2024 الساعة 6:30 الصبح. كنت وصلت بنتي الدوام وحسيت نفسي جوعانة، وبيني وبينكم أنا أحب أكل برا، وهذا الفيديو أنا مسويته عشان أراويكم المكان اللي أجيه دائما، لأنه هو من الأماكن اللي أنا أعرفها القليلة جدا اللي تفتح من الساعة 6 الصبح. فإذا في أحد يعرف مطاعم معتبرة، ما في مطاعم ذولا يعني بين قوسين اللي تصير، ما بي أقول تشيب، بس يعني المطعم المتوسط المستوى أنا أكل فيه وفوق، متعالي هذا أمانة. بس الأكل برا أنا وايد أحتاط فيه، يعني ما أكل بأي مكان. إذا تعرفون المطاعم بهالمستوى وأعلى قولوا لي، بس إنه يفتش الساعة 6 الصبح. فأنا رايحة حق مطعم جية اللي موجود في العمارة البيضاء، جبال بالضبط بنقل الخليج. أستانس عليهم ويستقبلوني يعني شو أقول لكم، يونسون صراحة، يعني استقبالهم وايد حلو وأكلهم مرتب ونظيف، ومو بعيد يعني مكانهم. بالنهاية أنا أساسا رايحة لمباركية لأني ولهان عليها، كنا من زمان فعلا مرايحة لها، فأتمنى يعني تنصحوني أو تعطوني معلومة. أدعيكم بالخير، وين أماكن بالكويت تفتح الساعة 6 الصبح للريوق؟ زين، لا تجيبوا لي مطاعم هندية، ما أقدر على أكل هندي، ولا أبي، أنا مو أكيلة باي ذا واي، راح تشوفون بآخر الفيديو الكمية اللي كليتها، هذا آخر شيء اللي كليتها، ما أقدر أكل أنا. فاللي يقول مثلا داخل نفسه مزاج ليش ما تأكل في البيت، أنا الحمد لله الله مغنيني عندي كل شيء، بس أنا وصلت لمرحلة أن مليت من الروتين ومليت من الدوامة اللي كنت عايشتها، فأطلع أتنفه، ليش لا؟ بسم الله عليهم، بناتي كلهم بالدوام وأنا متقاعدة وما عندي شيء أسوي، فطلع مثل هذه ترد روحي وتنعشني وتجعل يومي حلو. فهذا مطعم جية أي دائما أو أغلب الأحيان أيهم، لأنه يفتحون الساعة 6 الصبح بس. فياليت تقولوا لي شنو المطاعم اللي تفتش بالكويت الساعة 6 الصبح، ومشكورين وما قصرتوا، وبانتظار تعليقاتكم، وخلونا نتحاور شوية بهالسالفة هذه. أنا أدري إن في ناس ما يعجبهم الوضع، بس هذا وضعي أنا بالأمانة، يعني هذا الأكل يعني اللي يابه لي أقدر أسوي في البيت، ولكن على قولتهم أحب أصد شوية وأغير جو حتى لو من الصبح. فهذا أكلي، وهذه الكمية اللي كليتها شوفوا ما تحرك يعني، بس